فانا مش عارف انت سالتي على انهي فيهم، بس انا هجاوب على الاثنين. مبدئيا جنود الامن المركزي انا مش شايفهم بني ادمين اشرار خالص. هم فعلا ادوات في ايد نظام فاسد، وهم بني ادمين في الاخر، عشان كده هم مختلفين عن بعض. صعب قوي، انا عمري ما فكرت فيهم على ان هم يعني اسطمبة واحدة، وان هم مين اشهر خالص. بالعكس انا هم قلابة جدا، هم بيعرفوا في نفس مين، يعني ظروف المجتمع كلها ضغط عليهم. الناس دي فعلا ما بتاخدش مرتبات كفيلة حتى ان هم ياكلوا، فهم غلابة يعني. هم زي الشعب خفى عنهم، بس هم للأسف أدوات في إيد الأشرار بقى الحقيقيين. وبعدين الفرق الحقيقي، الجنود الأمن المركزي ده، لأنه إحنا قوتنا كانت في عددنا، ما كانتش في ان معانا سلاح زيهم. ما يبهروش في الحقيقه الشعب والمظاهره كانت اقوى حي في ايديهم، ومن الضرب والتعذيب المميت والعليم هو اللي كسب في الاخر. يعني اللي هي حكايه خيال، دي حاجه ما بتحصلش. يعني الخير ينتصر على الشر بالشكل العظيم ده، الهدف كان بشكل اوكي. طيب في كمان سؤال من هتسمعني دلوقتي، في سؤال بيقول دكتور عماني بتقول اقتصار التلوين على الابيض والاسود، هل كان ده له دلاله معينه؟ معلش انا مش سامع، استسمحك بس تردي تعيد السؤال بعد اذنك. اوكي، كنت بسالك دكتورة اماني بتسال بتقول اقتصار التلوين على الابيض والاسود فقط، هل له دلالة؟ يعني كان له دلالة ان انت تستخدم الالوان دي بس؟ سمعتني يا باسم؟ هو ملوش دلالة. انا سامع كويس دلوقتي. هو ملوش دلالة معينة في العمل ده بس، يعني بس هو انا شغلي من حوالي سنتين او ثلاثة كده ابتدى يقتصر على الابيض والاسود في النوع ده من الاعمال. يعني لان انا كنت فترة طويلة جدا مصور زيتي، بعمل لوحة ملونة جدا وفيها الوان كتير زاهية. وبعدين ابتدى الشغل يتغير جدا، وابتدى الشغل يركز اكتر على الفكره، ويبقى الشكل مجرد حامل للفكره، ما هواش غايه في حد ذاته. يعني مش عارف اللي انا بقوله ده بلخبط بالنسبه للي بيسمع ولا لا، بس انا قصدي انه الشكل مجرد انه بيحمل المضمون. فابتديت ابسط الشكل بقدر الامكان، بحيث انه المضمون او الفكرة الاساسية تبقى هي البطل بتاع العمل ككل. فيمكن هو ده اللي بيخلي الاعمال الاخيرة اللي انا بعملها ابيض واسود اكتر. وفكرة الابيض واسود عموما هي فكرة الطب، يعني في الحالة دي
مثلا ممكن لو الواحد فكر فيها تختزل، لانه زي شطرنج كده، انه هي كانت حرب تكتيكيه، حرب ما بين الابيض والاسود. الابيض كان الشعب والاسود كان الامن المركزي، وممكن يطلع منها رموز كتيره جدا، انه ان هي تبسيط للفكره. تمام. طيب انا كنت عايزه يعني برضو هسالك سؤالين بقى في بعض، يعني هيخرجنا من موضوع يدخلنا في موضوع تاني. السؤال الاولاني، الناس هناك في الولايات المتحده كان ايه انطباعاتهم؟ مش العمل كان عاجبهم ولا مش عاجبهم، واكيد كان عاجبهم، ولكن يعني كان ايه تعليقاتهم، او كانوا بيسالوا في ايه بالظبط، يعني ردود افعالهم كانت ازاي؟ ده سؤال. والسؤال اللي بعديه على طول، يا ريت برضو ندخل فيه على طول، تحكي لنا قصة مختار، بس نبدأ الأول بكانسس، تقول لنا ردود الأفعال. طيب، هو طبعا المعرض ده كان في جامعة، فكان الجمهور بشكل أساسي كان الطلبة في الجامعة، سواء طلبة الماجستير أو الطلبة بتوع البكالوريوس اللي هم سنهم أصغر، والأساتذة بتوع الجامعة، وناس سمعوا عن المعرض من كليات تانية غير الكلية اللي أنا عملت فيها العمل. يعني كان في مجموعة مصريين عرفوا إن في فنان مصري في الجامعة عامل معرض عن الثورة، فجم. كان حوالي 10 أو أكتر شوية من كده، وكانوا منبهرين جدا. رد الفعل بشكل عام في الوقت ده بالذات، انه كان بعد الثورة على طول، الناس كان عندها فضول شديد جدا للفنان جاي من مصر وعامل عمل عن مصر، وعايزين يعرفوا الواحد مر بايه، والعمل ده بيعبر عن ايه بالظبط، يعني ايه اللي حصل. فكان في اسئلة كتير قوي عن او اثر كتير من التساؤلات ليها علاقة بالرموز اللي محطوطة، وده يمكن فرحني، لان انا ما بحبش قوي الحاجة تكون مباشرة، مع ان اسم العمل مباشر جدا، يعني ما كانش في اسم مباشر اكتر من كده ممكن اختاره الحقيقه، لانه هو ده اللي كان جواه. انا فعلا بعمل عمل اجلالا للانجاز العظيم اللي حصل، فما اقدرش بقى اسميه اسم يعني ودنك منين يا جوحه الحقيقه. بس كان في رموز خلت انه الناس لسه عندها تساؤلات، حاجات ليها علاقه بالنجوم اللي على السقف. كان في فيجر كده رجليه نازله من حته ودماغه نازله من حته وشكله مضحك جدا. حاجات ليها علاقه برضو بالتكوين، انه ليه في فيش متكرره، مثلا فيش كهرباء. ده غير برضو نفس الاسئله الحقيقه اللي بتسالها النهارده، زي الاحجام، ليه التفاوت ده في الاحجام، وليه شعب صغير، وليه كلنا بقى فرعون ده بيختار موضوع الفيش. نوع ردود الافعال. هو انا عموما برضو يعني الفتره اللي فاتت، من ساعه ما ابتديت اعمل النوع ده من الاعمال، العمل المركب اللي هو عمل بيتفاعل مع الفراغ ويحاول يغيره. يعني انا دايما بخش الجاليري او القاعه وبقعد فيها زي ما قلت قبل كده، بقعد بتفرج على كل التفاصيل، بتفرج على المواسير، بتفرج على الفيش، بتفرج على مفاتيح الكهرباء، بتفرج على عواميد كل التفاصيل، لو في باب مثلا وفي اكره في الباب. وبدل ما تجاهل العناصر دي وانا بعمل الرسم بتاعي على الحيطه، بفكر في طريقه اخليها جزء من التكوين. فانا بفكر في طريقه اتفاعل فيها مع المكان نفسه، وابقى جزء منه ويبقى جزء مني. هو مبدا تشكيلي، يعني انا واخده ان انا بتعامل مع الواقع بميزاته واللي بيبان ان هو عيوبه، اللي هي ممكن في الاخر تتحول ان هي مش عيوب ولا حاجه، والواحد يكتشف ان هي بالعكس دي بتكمل التكوين. يعني فبدل ما ابقى متخيل ان في شرخ في العمود مثلا او خرم في الحيطه، فابقى قاعد متضايق قوي ان الخرم ده هيبوظ لي التكوين، طب وانا ليه ما بتعاملش مع الخرم ده على انه فعليا جزء من التكوين. بس وده يمكن جاي من كل متربي في القاهره. القاهره مدينه ساحره فعلا، ومدينه عظيمه جدا، بس ما هيش مدينه جميله بالمعنى التقليدي، هي مدينه مليانه عيوب. وانا شايف العيوب دي طول الوقت، بس العيوب دي مش مخليني اكره القاهره، فهي يمكن حاجه ليها علاقه بتاريخي الشخصي واحساسي بالمكان اللي انا اتربيت فيه، اللي انا فهمته بعد ما سافرت وبعدت عنه، لان انا كنت متضايق قوي من القاهره وانا عايش فيها،
لغايه ما سبت القاهره وعشت براها فتره، ففهمت قد ايه القاهره بكل عيوبها مدينه جميله يعني. فيمكن ده منعكس بشكل او باخر في شغل. انا اول مره صراحه افكر في الموضوع بالطريقه دي، بس اشكرك ان انت ساعدتيني ان انا افهم حاجه عن شغلي. طب الحقك قبل ما تدخل في مختار بقى، يعني بما ان انت اتكلمت عن القاهره وعن مصر والعالم بره، ففرصه برضو تقول لنا يعني انت وانت في الجامعات اللي انت زرتها دي. طبعا شفت الجامعه عندنا والكليه والجو عامل ازاي، حاجه جميله خالص، واحنا الحمد لله بنحمد ربنا نبوس ايدينا وش وضهر. بس قول لنا يعني ايه اللي ناقصنا؟ طب احنا يعني في ناس كتير عارفه ايه اللي ناقصنا، بس برضو من وجهه نظرك يعني ايه اللي ممكن يكون ناقصنا غير الماديات؟ تفضل. والله السؤال ده صعب، انا صعب اجاوب على السؤال ده بصراحه من غير ما ازعل ناس كتير مني، يعني الحقيقه الناس اللي بتشتغل في الكليه والاساتذه القدام بتوعي كده. يمكن دكتوره اماني سمعاني ويمكن تتفق معايا في حاجات كتير، لان هي شغاله في المكان وعارفه تفاصيله وعارفه ميزاته وعارفه عيوبه. انه يتكلم. يمكن ميزه الجامعه الكبرى ان هي ميزه الجامعه الكبرى في مصر، كليه فنون جميله تحديدا، ان هي موجوده في مدينه زي القاهره، مدينه ملهمه جدا. ولكن في ازمه كبيره قوي في التعليم عموما في مصر، وما هياش خاصه بكليه فنون جميله تحديدا يعني. لكنها خاصه بانه الاساتذه ما فيش حد حابب شغله قوي يعني، قليل منهم اللي بيبقى يعني. انا فاكر انه كان قليل قوي التفاعل اللي بيني وبين الدكاتره الكبار. كان دايما التفاعل له علاقه بانه المشروع بناخد مشروع عشان يتنفذ وناخد عليه درجه الاسبوع الجاي، وغالبا ما كان ميعاد التسليم بيتاجل. فبالتالي الناس بتعمل مشاريع قليله طول الوقت، فالعلاقه ما بين الطالب والاستاذ مقتصره على الدرجه اللي بتتحط. الحوار كان قليل شويه. ده غير انه للاسف ما فيش تشجيع على التجريب، يعني الطالب اللي بيحاول يخرج بره جلده ويجرب حاجه مختلفه مش بيكافئ على ده، ولكن بيعاقب على ده، وبيتم اجهاض المحاوله بتاعته في الاختلاف. فدي كلها مشاكل كبيره. في مشاكل ليها علاقه بقى بانه عدد الطلبه اكبر من امكانيات الجامعه، ودي ملهاش برضو علاقه بفنون جميله لوحدها، ليها علاقه بالنظام التعليمي الفاسد كله من اول حضانه لغايه الجامعه. وكفايه شتيمه ولا كم؟ لا لا، حلو عشان اذا كانش الناس اللي زيك لما تسافر ويعني ترجع تقول لنا ويعني تدينا فكره عن الفروقات بين هنا وهناك، واذا كنا احنا عارفينها برضو، بس يعني مهم قوي ان احنا برضو نتكلم فيها ونشات فيها يعني. فكفايه بس قبل بقى ما مختار ده. مشكله ثانيه ليها علاقه بالانسان المصري، معلش انا في حاجه بس عايز اقولها قبل مختار، الا وهي انه من اكتر الحاجات اللي لفتت انتباهي في دراستي بره هي الطالب نفسه. الناس في امريكا اكتر حاجه مهمه في حياتهم هي شغلهم. فلو انا بشتغل في شركه، شغلي ده من اهم الحاجات اللي في حياتي اللي فعلا بتفانى عشان اعملها على اكمل وجه. لو انا طالب في الجامعه، لو انا عندي 17 سنه ولسه داخل الجامعه، شغلي هو اهم حاجه بالنسبه لي. فانا كنت بستغرب ان في كنب في الكليات عموما بيبقى محطوط كده بره عشان الطلبه بيسهروا طول الليل يشتغلوا، فمحطوط لهم كنب عشان يقيلوا شويه يعني، يناموا لهم نص ساعه ولا حاجه ويقوموا يكملوا شغل. وفي تفاني غير عادي في الشغل والاهتمام بيه يعني. وده منظومه برده متكامله بتنعكس سواء من الاستاذ للطالب او العكس. احنا لسه ما عندناش السيستم ده في التفكير، وله علاقه بمشكله المشكله الاقتصاديه والمرتبات والاعداد الكبيره اللي بتفوق امكانيات المكان نفسه. يعني هي مشاكل كتيره قوي بتتجلى في انه النظام في الاخر مش مظبوط، والتعليم مش مظبوط بشكل عام، مش في فنون جميله بس يعني. النهارده كنت حابب اني اتكلم معاك
الزبالة الزبالة والقرف والحرب والتعصب الديني التعصب الديني التعصب الديني والخلا اللي بنشوفه في الشوارع. مسألة غريبة مسألة غريبة ولكن ده كله بسبب المسألة والفقر الفقر اللي معيشين الناس فيه لأن الحكومة طيب هو الأستاذ مختار ده شخصية يعني مش عارف جات لي منين الحقيقة بس ده حصل من 2008 أظن ابتدى الراجل ده يطلع لي كده وأنا ماشي أبتدي أهرج كده مع نفسي وأتكلم بالطريقة دي وهو مستوحى من ناس كتير قوي أنا أعرفهم معظمهم ناس كبيرة يعني وبعدين ابتديت اطور الشخصية لان انا خليته شخص مهتم قوي انه يدي محاضرات للناس هو شخص متخيل ان اللي بيقوله مهم جدا وانه الناس محتاجة تسمعه وانه اللي بيقوله ده هيغير مجرى التاريخ وهو في اغلب الاحيان ما بيقولش اي حاجة بيتكلم عن حاجات مش مهمة او حاجات ملهاش معنى او ما بيتكلمش خالص بس هو مهتم جدا انه يطلع فتعمل سلسلة فيديوهات كده حوالي 11 فيديو اسمها محاضرات الأستاذ مختار والفيديوهات دي منفصلة هي مجموعة محاضرات بس أنا كنت عاملهم كده مجمعين مع بعض في 15 دقيقة وكانوا جزء من عمل مركب تاني اللي هو عمل التخرج بتاعي في الماجستير اللي أنا أخدته في أمريكا كان اسمهم كل الكلام المهم الشخص ده هو الشخص اللي يبان انه عايز يكون له دور فعال ولكنه للأسف ما عندوش اي حيلة وفي نفس الوقت ما هوش فعال خالص لانه قاعد بنام كسلان جدا ما بيعملش حاجة غير انه يطلق نظريات تافهة وده يعني ممكن يكون مستوحى من احتياجي بالوضع عموما في مصر انه سيطرة الدروشة على الناس في فترة من الفترات وعجز أي بني آدم تقدمي أو بني آدم عنده رأي مخالف للنظام أو عايز يغير عجزه عن التغيير وعجزه عن أنه يقول صوته فالشخص ده كان تجسيد متشائم شوية للواقع ده يعني أو للحالة اللي أنا كنت أحسسها ففي الفيديو ده تحديدا ده يمكن اخر فيديو اتعمل كان في فيديوهات تانية كتيرة هو انا بقى بجهز له قناة على يوتيوب هتطلع قريب اسمها قناة الاستاذ مختار يعني فهتشوفوا بقية الفيديوهات ان شاء الله المهم ان الفيديو ده كان اخر خلاصة تجربته حتى الان يعني وكان بقى اخيرا بيتكلم فيها عن الحكومة وعن الفساد وعن الفقر وعن التعصب الديني
وبرده ما قالش حاجه مفيده يعني، هو مجرد انه قال الحاجات دي وبعدين ابتدى يسمع سيرينة البوليس، فلانه بني ادم متخيل ان هو اللي بيقوله مهم جدا، فمتخيل ان البوليس جاي وراه وبيتوتر جدا وبيحاول يدور على السلاح اللي هيهدم بيه البوليس، فبيلاقي جنبه شاكوش فبياخد الشاكوش ويروح يواجه البوليس بيه. اللي حصل بعد كده انه الشاكوش كسب الحمد لله يعني، قامت الثوره وامثال الدكتور كسب في الاخر. بس هو ده كان كان يمكن تكسير الفيديو ده معمول من سنه، وكان جزء يعني جزء من عمل مركب برضه تاني ده اللي عرضته في بيركلي في كالا ارت انستيتيوت. فكان يعني تجسيد لحاله العجز اللي انا حاسس بيها شخصيا، يمكن كوني كنت قاعد بره مصر وبحاول دايما مشغول بمصر وبحاول ان شغلي يكون عن مصر بحيث ان انا اقصر وانا مش مضطر اعاني من الويلات الرقابه بتاعت النظام وانه كل حاجه بيواجهوها بالقمع، فكنت بحاول انه يبقى صوتي جاي من بره صوت حر واعبر على قد ما اقدر. فيعني دي ملابسات الاستاذ مختار، ان شاء الله ما اكونش لخبطتكم او طولت عليكم. تمام تمام والله. لا ابدا جميل جدا. طب برضو بقى بما ان احنا بنتكلم عن يعني كل الحاجات الصعبه، فالاول قول لي انت يعني عضو نقابه ولا لا، وايه رايك في المجتمع الفني في مصر كده، ناقصنا ايه برضو يعني وجهه نظرك ايا كانت يعني. لا معلش الناس يعني تختلف معاك او ما تختلفش برضو، احب واكيد الناس اللي معانا كلها تحب تسمع رايك. وعلى فكره بكره انتخابات الاعاده، يعني المجتمع الفني عندنا، المجتمع الفني يا باسم والنقابة والقطاع الفنون التشكيلية والمجلس الأعلى يعني العالم بتاعنا ده في مصر، يعني برضو بما ان انت سافرت وشفته كده ايه رأيك يعني؟ خلاص. عايز تقول حاجة؟ وبالمناسبة بقول لك بكرة الإعادة بتاعت الانتخابات عشان الناس اللي مش عارفة تعرف يعني. والله انا شايف انه فكره انه في مطالبه بالانتخابات وفكره اهتمام بالانتخابات بالشكل ده هو دم جديد اصلا في الشعب، انه البني ادم بقى حاسس انه صوته له قيمه، فدي حاجه صحيه جدا. وده مش في النقابه لوحدها، مش في نقابه الفنانين التشكيليين لوحدها، ده خلاص بقى جو عام في مصر، وده شيء عظيم جدا، ده من اهم انجازات الثوره، وان كانت الفتره دي ملخبطه والبرجله كتير بسبب ان الواحد بقى له صوت فعليا، انه الناس بقت معترضه على كل حاجه، بس انا مش ضد ده خالص. جميل ان الناس تبقى معترضه طول الوقت وان يبقى في انتخابات وانتخابات اعاده يعني جميل جدا. انا هتكلم اكتر على اللي ناقص الحركه التشكيليه في مصر ايه من وجهه نظري الشخصيه يعني، واعذروني اذا رايي مش لطيف، بس انا شايف انه للاسف احنا كشعب النظام انعكس على شخصيه المصريين بشكل عام، انه البني ادم المصري مش الفنان المصري بس، شخصيته وهويته فقدت او مش فقدت على قد ما هي اتوسخت بحاجات كتير قوي. انه الفتره اللي فاتت من حياتنا بالذات ال 30 سنه اللي فاتوا الانتاج الثقافي فيها مضمحل، واحنا السينما والتلفزيون بيساهموا جدا في تشكيل وجداننا بتشكيل ثقافتنا بصريا وعلى المستوى الثقافي والمعرفي، اللي احنا اتربينا بنشوفه في التلفزيون من مسلسلات وبرامج من اضعف ما يمكن، الاخبار كلها اخبار زي ما طبعا اتضح لنا وقت الثوره بالذات، يعني القنوات المحلية أسوأ قنوات ومن قبل الثورة والناس بطلت تشوف القنوات دي. ده غير انه في مد ديني جاي لنا برضو من بره، وللأسف المجتمع تحول في فترة من الفترات لحالة دروشة مرضية، وبقى من ناحية في حالة رفض لكيان ما كان موجود قبل كده اللي هي حضارتنا اللي بقى لها 7000 سنة في تغيراتها. مش قصدي خالص ان احنا حضارتنا فرعونية بس، لا احنا حضارتنا غنية جدا، حضارتنا فيها تراكمات معرفة مش موجودة في بلاد كتيرة وفي حضارات كتير،
وده كله بيعمل ترسيب في البني ادم المصري. فبقى في حاله رفض للغنى ده وجنوح للدروشه الدينيه بشكل مش مظبوط. ومن ناحيه تانية في الاتجاه العكس ده اللي فيه جنوح للغرب لثقافه الغرب بشكل برضه فيه تقليد وما فيهوش تفكير خالص. وبقى في حاله كده في المزيكا وفي المسرح وفي السينما وفي الفن التشكيلي بطبيعه الحال انه بقى الناس كلها نسخ مشوهه من اعمال تانية معموله بره مصر. وده هياخد وقت عشان يتظبط، انه مفيش تشجيع على الابداع في المدرسه، مفيش تشجيع على الابداع في كليه فنون جميله، مفيش معرفه. يعني طالب فنون جميله بيتخرج من الكليه مش عارف الفرق بين التجريد والفرق بين التكعيبيه والفرق بين السرياليه، ومش عارف الفنان ده تكعيبي ولا سريالي، فهو اصلا بيتخرج ما عندوش معرفه. واشك ان في اساتذه او معيدين في الكليه ما عندهمش المعلومات دي برضو. انا اسف جدا معلش، بس يعني اللي بيشتغل في الكليه هيبقى عارف ده. فبالتالي الجو العام ما بيشجعش على ان الواحد يبقى له شخصيه في شغله. ففي جاليريهات كتيرة قوي، وفي حركة في مصر. يعني القاهرة مدينة غنية بجاليريز ومسارح، وفي عروض طول الوقت. يعني لو الواحد عايز يحضر معرض أو حفلة أو مسرح كل يوم في حاجة يحضرها، فده شيء عظيم جدا. ولكن طبيعة الإبداع ده إيه؟ وقلما الواحد يلاقي حاجة ليها شخصية في المزيكا وفي المسرح وفي الفن التشكيلي. بس فده رأيي، ده اللي ناقص الحركة، انه الناس تبتدي تبقى فاهمة هي مين، ابقى فاهم انا بعمل ايه وبقول ايه وبقوله لمين وفي اني ظروف وفي اني وقت وبقوله ليه، وانا ليه فنان اصلا، وليه لازم اكون فنان، وليه لازم اكون فنان تشكيلي ومش مخرج مسرح، وليه ما بقاش مخرج مسرح وممثل، ما جايز احسن انا انفع اكون ممثل بدل ما اكون مخرج. في لخبطة شديدة جدا. بس فده ده رأيي يعني. تمام. وطبعا انت عندك حق في يعني تقريبا انا متفقة معاك يعني في كل اللي قلته، بس برضو احقاقا للحق يعني انه بيبقى فيه طبعا في الكليات في كل مكان فيه الكويس فيه الوحش، فيه من الزملاء في الكليات على ثقافة عالية وعلى دراية عالية وهم نفسهم مشتركين في نشاط فني وثقافي عالي جدا، ولكن يعني هم احيانا كتير الفئة اللي بتبقى كده يعني بتبقى منفصلة شوية او منغلقة على نفسها، وبيبقى فيه انفصال عندها بين التدريس وبين النشاط اللي هي عاملاه ده. واذا كان برضو في يعني استثناءات طبعا، لان ما ينفعش نطبق كلامنا على كل الناس يعني. اكيد انا عايز اعمل مداخله بس بسيطه عشان كلامي برضو، انا عارف ان كلامي حاد زياده عن اللزوم. انا مش قصدي خالص ان كل الناس كده، بس انا بتكلم على جو عام. لا لا، فلما بتكلم على جو عام انا مضطر اعمم. تمام. بس انا مر عليا اساتذه طبعا في كانوا اساتذه كويسين جدا، وكان في معيدين كويسين جدا وتعلمت منهم. بس انا بنتقد حاله مجتمع اكتر ما انا بنتقد اشخاص بعينهم. فمش عايز بس كلامي يتفهم برضو ان انا بهاجم الكليه بكل شخصها، مش ده قصدي خالص، لانه في وسط الضغط. لا لا، احنا كل الناس عايشه عارفه يعني. كويس، خليه يطفح. طيب، في على الشات باسم موني. موني كانت بتقول باسم فنان متعدد الوجوه متفرع في كذا فرع، يا ريت. احنا اتكلمنا عن الاداء التمثيلي. كريستين يس اوكي. وكريستين بتقول لك وي وانت ذس شانل سون اون يوتيوب، اللي هي بتاعت مختار يعني. و موني دكتوره اماني كانت بتتكلم على اعتقد الانتخابات بتاعت النقابه، بتقول بس للاسف تطبيق الموضوع فشل ذريع والنتائج محبطه. وبرضه دكتورة اماني بتقول لك لمسنا اهتمامك من ايام مشروع التخرج بالمادة الديني اللي اقتحم المجتمع، او التضاد الموجود في توجهات المجتمع المصري من اقصى اليمين الى اقصى اليسار. طيب، احنا الحقيقة تقريبا وقتنا كده بينتهي، ف
فاحنا هننهي الحلقة بفيلم رومانسي للفنان باسم عشان يدينا امل في الحياة. ولكن قبل ما ننزل الفيلم ليكم تشوفوه بدي لك كلمة اخيرة يا فنان، تحب تقول لنا ايه في نهاية اللقاء؟ طبعا احنا مشكورك جدا جدا على اللقاء، كان ممتع جدا، تفضل. انا استمتعت جدا وبشكرك يا دكتوره زينب بجد على استضافتي النهارده، والمتشكر قوي لكريستين ودكتوره اماني وتوتا وكل الناس اللي دخلوا النهارده على الشات وسالوا اسئله، واتمنى يكونوا يعني ما كانش دم تقيل قوي على قلبهم وانتقادي الحاد الحاجات. انا بس صريح دي انا مرسوم، فاتمنى اني ما كنتش زعلت حد يعني. وانا بس هقول حاجه عن فيلم رومانسي قبل ما الناس تتفرج على ده، انه ده مجرد انه تريلر، يعني جزء بسيط قوي بيمثل ده، بيعبر عن الفكره بتاعت الفيلم بشكل برضو مش مباشر قوي. الفيلم ده هو الفيلم اللي انا شغال عليه دلوقتي واللي متوقع ان شاء الله انه يخلص على اخر السنه، فان شاء الله تستمتعوا بالتريلر والفيلم يخلص ونشوفه بقى كامل مع بعض اخر السنه. تمام، ان شاء الله يكون لينا لقاء تاني. وانا كمان بشكر كل الناس اللي على الشات، كريستين وموني وتوتا والناس اللي كانوا معانا وطلعوا. شكرا يا دكتورة اماني جدا، اشكرك وتوتا، وقالوا لي ما عرفتش اسمك الحقيقة ايه يا لئيمة، بس ماشي الحال. توت بشكرك يا باسم، ويا توت يا ريت تنزل لنا فيلم رومانسي. سلام، شكرا يا دكتور. انا هعمل فيلم، فيلم رومانسي.